سلام ونعمة يا حضرة القسيس نزار، بشكر حضرتك جدا لأنك دايما بتكلمنا بكلمة الله الحية، وحضرتك كفيت ووفيت في عهدك لمحبة الله العجيبة التي ليس لها علو ولا عمق، لكن فعلا هي محبة منسكبة فينا بالروح القدس. بل خليني أقول أهم ما يميز مسيحيتنا وأهم ما يميز معلمنا وراعينا العظيم الرب يسوع المسيح، إنه برهن على محبته بموته على الصليب، يعني محبة باذلة. وهنا عايزة أذكر ثلاث نقط سريعة وبعدين أسأل حضرتك سؤال. أول نقطة إنه ممكن أقرب الأشخاص ليا زوجي أو أخويا أو والدي ممكن يقول لي أنا بحبك موت لكنه لم يمت من أجلي، لكن الوحيد اللي قالها وعملها هو الرب يسوع ليه كل المجد. تاني حاجة ممكن برضو أقرب الناس تحبني لما أكون كويسة، لكن بمجرد ما أكون وحشة فأي حاجة تتقلب المحبة دي في لحظة لحاجة تانية، لكن الوحيد اللي أحبني وأحب حضرتك وأحب كل مشاهد وإحنا وحشين في عمق الخطية هو برضو الرب يسوع. ثالث حاجة محبة الرب لكل واحد فينا، انبهرت لما عرفت انه بيحب الجميع سواسية، يعني ما عندوش اي تفرقة ما بين ذكر وانثى، ما بين غني وفقير، الكل امامه واحد، ليس عنده محاباة. والاروع من كده انه ما فيش حاجة وحشة انا اقدر اعملها تخليه يحبني اقل، وكمان ما فيش حاجة حلوة اعملها تزود محبته ليا، يعني محبته ثابته زي شخصه بالظبط لا تتغير، هي منذ الازل والى الابد. فيعني اخر حاجه احب اقولها، اي محبه ما فيهاش عطاء لا تعتبر محبه في نظر الله. فبصلي من كل قلبي انه نظهر محبتنا بعضنا لبعض بالعطاء وبالخدمه في الوقت العصيب اللي بنمر بيه ده، لانه انجاز القول الرب بيعتمد على اولاده انهم يظهروا صورته الحقيقيه لكل من حولهم بالحب اللي جواهم.